الأماكن كلها مشتاقة لك. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. معنا الأستاذ عبد العزيز العماري، رئيس جمعية بيوت الشباب القطرية. مرحبا بك. اليوم يوضع الستار على الرحلة استمتع وتعلم خمسة. الحمد لله، يعني عدت الرحلة ونعتبرها رحلة ناجحة. الرحلة هذه السنة تميزت يعني يمكن أكثر من السنوات الماضية، وهذه بفضل الرجال المخلصين في الجمعية، وبفضل أيضا الخبرات اللي تراكمت علينا يعني الخمس سنوات متتالية. نفتخر أننا نقيم أكبر نشاط على مستوى حركة بيوت الشباب في العالم. نفتخر أن الجمعيات الأخرى أصبحت تطلب منا هذه التجربة لإقامتها. إحنا نعد إن شاء الله بالاستمرار في هذا العطاء، وإن شاء الله مثل ما انتهت هذه الرحلة يعني نقول بنجاح، أنها تستمر أيضا في السنوات القادمة بنجاح أكبر إن شاء الله. احنا نعرف انه من اول ما انطلقت رحلة استمتع وتعلم خمسة انكم انطلقتوا في الاعداد لرحلة استمتع وتعلم ستة. ما الجديد في استمتع وتعلم ستة ان شاء الله؟ استمتع وتعلم ستة الخطوط العريضة ان قد تنتقل الى دولة ثانية غير بريطانيا. احنا يعني نبحث في كذا خيار اخر، ومن ضمنهم الخيار البريطاني، ولكن قد تنتقل الرحلة إلى دولة أخرى إن شاء الله. وشكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وأخيرا حطت الطائرة في مطار الدوحة. الحمد لله على سلامتهم، سلامتهم جميعا إن شاء الله. كيف كانت انطباعات الولد على الرحلة؟ كيف تتابعونه كل يوم؟ والله احنا كنا نتابع بالتليفون يعني عن طريق الواتساب يعني، فكان الحمد لله زين يعني، استفادوا في الدراسة واستفادوا في الرحلات اللي يروحون لها يعني، كانوا مبسوطين شوي. طبعا هذه مش أول مرة نشارك في الرحلة. في السنة الماضية شارك ولدي أحمد، ولأنه استفاد منها وأخذنا انطباع جيد عن تنظيم الرحلات من قبل الجمعية. لذلك احنا يعني احنا اللي طلبنا من الجمعية انه يشارك، وهذا شيء حلو جدا بأن لأن المنظمين يعني عملوا جهد كبير، ويعني هم اللي شجعونا على ان نرسل ابنائنا الى رحلات خارجيه سواء تركيا او لندن او، فان شاء الله ايضا في المستقبل احنا ايضا ناويين نشارك. واشكركم جميعا يعني ما شاء الله يعني المسؤولين ما قصروا، والشباب يعني كفوا ووفوا، واحنا فخورين بهم صراحه. والله الحمد لله انا رحت هناك وشفت رحت على نورث ابتون يعني شفته في هناك، لا الحمد لله الامور كانت طيبه، وكان الله يجزيهم الخير يعني المشرفين، وفي متابعه من قبلهم وكذا، وكان ينظمون بعض الرحلات وبعض البرامج، لا كانت الامور طيبه الحمد لله، تجربه حلوه وبالعكس فيها فايده للاولاد بالنسبه للغه وبالنسبه ل أمور الاعتماد على النفس، ويشوفوا أشياء جديدة بالنسبة لهم، بعض المعالم الجديدة، يعني أشجعهم إنه يعني يرافقوا المجموعة يعني بيوت الشباب القطرية. أستاذنا مرحبا بك. مرحبا عليكم. السلام عليكم. اليوم نزل الستار على رحلة استمتع وتعلم. والله نزل وننتظر الحين اللي خارج ورا الستارة. كيف كنت تتابعوا أخبار الولد؟
والله تابعناه عن طريق الانستغرام وعن طريق اليوتيوب طبعا، والفضل لله ثم لك يعني ان انت ارشدتني قلت لي على اليوتيوب والله وتابعناه اول باول يعني. شيء زين له انه راح يعتمد على نفسه للمستقبل، ومش له للجروب اللي معاه كلهم، وهذا شيء يعني افضل، والفضل لله ثم لك انت يعني شيء طيب. والله لو راح وجي هذا راح يكون لا يعني مثل ما تقول درس تعلم منه، يعني استفاد، تعلم أشياء، عرف أشياء، يعني في الأول وفي الأخير راح يرجع إن شاء الله يعني رفع الرأس إن شاء الله. أماكن وحسب ما سمعت من الجمعية طبعا قبل يروحون هم يخلونهم يروحون هم مثلا يشترون يتعاملون مع عدة جهات كذا عشان يتجرأ، يصير عنده الجرأة أن يتحدث يعني في اللغة. وشكرا على تعاملكم معنا يعني وعلى جهدكم اللي مع من ناحية الجمعية أو الاهتمام الثقافي والإعلامي هذا يسوونه. إن شاء الله نشوفوه في الرحلة الجاية. والله إن شاء الله أتمنى يعني، لأن صراحة رحلة وايد ممتازة وايد حلوة يعني، راح يتعلم منها سواء هو أو الأشخاص اللي معه، فشيء طيب. فأنا أتمنى، أنا بلغته وقلت له راح تروح مرة ثانية، بلغني إن شاء الله راح أروح مرة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. ان شاء الله الله يخليك. من جايب الورد؟ اخوي محمد. اخوك محمد كان فين؟ لندن. تنتظر مين هنا؟ احمد. احمد مين؟ اخوي. وين كان؟ لندن. ليش؟ عشان استفيد. تنطرين مين؟ نطرة مين؟ ماما. سعود؟ سعود؟ وجاي مين سعود؟ سعود في لندن. كان في لندن؟ راح يتعلم؟ لا بس راح الفندق. راح الفندق هناك؟ ايه راح الفندق بروحة. بس سعود يبين احنا ننام عنده. وانت شو مسوية اللي لبسات وهذا شو مكتوب فيه؟ طيارة. انت كتبة فيه انك مستنية اخوكي وانك مشتاقة لي؟ لا سعود هنا. في الطيارة هناك. ايه في الطيارة عايشة. يلا ارسلي له بوسة. يلا عايشك عايشك. ايه اسمك انت؟ خالد. خالد انت اخ سعود؟ ايه. ايش كنت تتبع؟ اكيد كنت تتبع في اخبار سعود كل يوم. ايه. ايش حكالك على الرحلة؟ وايد اشياء. وايد. كيف؟ ما اعرف وايد. وايد انت نفسك تروح الرحله زيه؟ ايه. قلت نقابل المره الجايه اكون معاهم. ايه. ان شاء الله نشوفوك معاهم ان شاء الله. وانت حسين؟ حسين علينا. حسين كيفك؟ خير. انت ايش تعمل هون؟ انتظر اخوي. اخوك جاي منين؟ في لندن. ايش حكى لك على لندن بالتليفون؟ انه مستانس منك. مستانس. مستانس وعجبه الاجواء؟ عجبته الاجواء هناك؟ ايه. وشو مسوي انت؟ شو لابس هنا؟ دعوة حق اخوي. حق اخوك؟ انك انت اشتقت لي ومنتظره؟ ايه. الله يخليك والله يحفظكم ان شاء الله.